سبب وجودنا اليوم هو إفطار رمضان على طبعا أنقاض قرية صرفاند المهجرة. الهدف منه هو إعادة الذاكرة لكل الأشياء اللي صارت هنا، للتهجير، يعني إنهم تطلعوا السكان من هون اليهود، وإحنا واجبنا كسكان أصلانيين وفلسطينية يعني إنه نتواجد هنا ونتذكر كل اللي صار، نحاول نعيد بناء هاي المنطقة كنوع من يعني كإعادة لحق العودة. وبدأنا بترميم مسجد صرفند والعناية في مقبرة صرفند. في هذه السنوات لم يروك الموضوع لبعض السلطات الإسرائيلية وأذرع الحكومة الإسرائيلية، فبدأت بالتضييق علينا. بأول تضييق أنه هدموا المسجد في ليلة يوم الثلاثاء 25/7 سنة 2000، ومن هذاك التاريخ لحتى الآن الشباب العربي والإسلامي والمسلم بدأ برباط ثابت ورباط مكثف في صرفند. وبدأت المعاناة مع الاحتلال الإسرائيلي بعدة أوجه. أول معاناة كانت المعاناة القضائية، فأثبتنا القضاء الإسرائيلي أنه هذا مسجد وهذه مقبرة، وسمحوا لنا بالصلاة فيه، لذلك لا يعترض علينا في قضية الصلاة. ولكن قضية الخيمة تقريبا 4 سنوات إلى 5 سنوات ونحن يهدم خيمة ونقيم خيمة مكانها. الآن مسجد صرفند في يعني تقام فيه صلوات الجمعة بشكل ثابت، وتقام فيه صلاة العيد بشكل ثابت، تقام فيه صلوات رمضان التراويح وصلاة المغرب والإفطارات بشكل ثابت، وهناك بعض الشباب وبعض العائلات التي تزور صرفند بشكل غير دوري وغير ممنهج حتى يعني يكونوا في صرفند ويرابطوا فيه. احنا طلاب جامعيين جمعنا حالنا وجينا نفطر هون عشان نحيي هذا المكان. ليش نحييه؟ لانه هذا مكان مهجر، هجر سنة 48 والجامع اللي كان هون انهدم، والناس اللي بيجوا هون هم اللي بيخلوه يضل موجود وما بيعطوش للاحتلال الإمكانية إنه يعمل مشاريع هون، فعشان هيك احنا بنيجي هون عشان نمنعهم بطريقة غير مباشرة. احنا كطلاب مثقفين واللي عندنا وعي لازم احنا يعني نبرز هالقضية أكثر، قضية التهجير وقضية هدم المساجد وهدم المقدسات وهدم الدور من بعد ما احنا بنحاول كمان مرة يعني نبنيها. احنا يعني كمثقفين نبرز هالقضية ونبينها للناس أكثر، بنعطيهم فكرة انه هون في اشي تهجر، في هون قضية معينة احنا لازم ننتبه لها أكثر. الله أكبر الله شيء. صرفند محل مش كثير معروف لكثير ناس، كمان هو موجود على البحر، منطقة كثير حلوة، فوجودنا هون رح يعطيه يعني رح يعطيه كثير يعني زي انه الناس تتذكره، قصدي انه الناس يعني تطلع على هذا الاسم، تبحث عنه اكثر، تعرف شو صار هون. فانا كثير مبسوطة هون لانه حاسة حالي يعني قاعد بعمل واجب وطني، كمان بتواجد بشيء حلو. شو كانت حياة الناس هون؟ بنتساءل كيف بكوا يحسوا، لانه كبال البحر الاجواء كثير حلوه، احنا بالغروب لانه بدنا نفطر هون فاكيد على المغرب، ومن ناحيه الطقس كثير كثير حلو، ومن ناحيه التآزر كثير حلو. يعني لما اجي شرح لعمو ابو حذيفه عن المكان حسينا قديش انه هم بيقاتلوا عشان يضلهم هون، والناس بتيجي بدون ما تطفك، مجرد انها بتيجي وبتعرف انه في هون فطور كل يوم بس عشان تحيي هذا المكان، تتجمع، بحسوا برمضان اكثر بكثير من كثير ناس اللي رمضان عندهم بس اكل وشرب وما فيش فيه رموز، الرموز هون تتجمع. عشر عاما ونحن ما زلنا موجودون هون، ونسأل الله أن ربنا يعني يكرمنا بأن نعيد بناء مسجد صرفند ويعيد أمجاده السابقة إن شاء الله. بالذات صرفند، لأنه أنا متأكد أنه كثير ناس من اللي قاعدين بيسمعوا هسا هذا الفيديو بيعرفوا شو صرفند،
بيعرفوش انه هجرت. ممكن هم بيعرفوا الطنطوره مثلا بسبب الطنطوري، ممكن هم بيعرفوا كثير محلات ثانيه، بيعرفوا الاقصى اكيد، والاقصى ما لا الناس تروح عليه، صح انه بدنا الناس تروح على الاقصى بس رفاند مش كثير ناس تيجي عليها، فاحنا المفروض انه نحيي المحلات اللي ما فيش حدا بيروح عليها، مش يعني برضه نزيد، بس احنا المفروض انه نحيي المحلات اللي ما حدا بيروح عليها عشان نشجعهم يجوا وتزيد الاعداد ونساعد بالهدف الاول اللي هو انه ما نعطيش الاحتلال يقيم المخططات اللي بيعملها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فعالية اليوم هي شد أزر إخواننا الشباب الموجودين في صرفان، يعني حتى لا يشعر الشباب أنهم لوحدهم موجودين في هذا الخندق، يعني موجودين في إخواننا من كل البلاد، من كل الأطر، من كل الجمعيات، وبالذات مبادرون، يعني نحن نشكرهم شكر جزيل وندعوهم أن يأتوا في أي وقت أرادوا ينسقوا معنا، نحضر لهم ما يريدون من طعام وشراب وفعاليات وكهرباء، ماذا يريدون نحن هم وغيرهم إن شاء الله، ونحن في خدمة إخواننا المسلمين في كل البلاد إن شاء الله. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال.